السلام عليكم، يا اهلا بيكم نرى في حلقه جديده من احلى اكل. اكيد ان شاء الله في احلى اكله، ولكن كالعاده كل اربع احنا ما بنطبخش. حبايبنا وضيوفنا بينورونا من الصغير للكبير. النهارده هيكون مع حضراتكم اربع محافظات واربع امهات، كل ام ليها طبق معين جاي تطبخه. على ما اعتقد المنافسه هتكون قويه جدا ان شاء الله. عندي مدام ساميه، وعندي مدام دعاء، وعندي مدام حياء، وعندي كمان مدام صفوه. ان شاء الله هيكون معاكم بعد الفاصل اول اثنين من امهاتنا، فنطلع فاصل تاني نرجع تاني يكون معانا اثنين ان شاء الله، نشوف اربع اطباق احسن من بعض، ولكن بعد الفاصل اتفضل. يا اهلا بكم مره ثانيه مع احلى اكله. مساء الفل والهنا على حضراتكم، اخباركم ايه؟ احب ارحب بيه مدام ساميه ومدام دعاء. اهلا وسهلا بحضراتكم، منورينا. اخباركم ايه؟ الحمد لله كله بخير. طيب هو طبيعي يعني نبدا بقى باليمين من الحين، عشان طبعا ساميه هانم يعني اكبرتنا دائما وسنا. فنبدا بقى. ازي حضرتك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله منورانا وخطوه عزيزه. الله يخليك. يعني انا شايف حضرتك محافظه الغربيه، صح كده؟ ايوه. تعمل لنا ايه النهارده بقى؟ منك بقى مسقعه. الله، على طريقه الغربيه. ماشي الكلام. طيب دعاء هاني، ازي حضرتك؟ الحمد لله منورانا. الله يخليك. المنيا حبايبي المنيويه والله. اهلا وسهلا بحضرتك. الله يبارك لك. تعمل لنا ايه النهارده؟ تاجر باميه؟ على الطريقه المنيويه بقى. ورديح. مش مشكله، بس الطريقه الصح بقى. على الاخر. صح كده؟ اتفضلوا وندرس في حاجه. اتفضلوا. النهارده عندنا زي ما حضراتكم شايفين محافظات مختلفة، أمهات جميلة وإخواتنا بنات جميلة جدا. يمكن يعني الواحد ساعات بيبقى شايف الأسامي غير ما يشوف الأشخاص، يمكن أنا قلت أمهاتي وهم طبعا أصغر شوية فمش عايز أكبرهم في السن. وإن شاء الله هيكون مع حضراتكم الفصل اللي جاي أستاذة حياة وكمان أستاذة صفوة، إن شاء الله هيكون مع حضراتكم. شايف عندي كل حد من حضراتكم ليه شغلانة مختلفة، وعايز أستفيد من كل واحد أو كل حد من حضراتكم طبيعته في البيت في الاكل بالذات. أيوه. خلينا نرجع دي مدام ساميه، حضرتك دكتوره. مظبوط. أيوه. دكتوره في ايه فاهمه؟ امراض نفسيه وتخاطب. اوكي تمام. طيب حضرتك بتشتغلي ولا خلصت؟ رحت بقى معاش. ربنا يديك الصحه يا رب. طب انا بسال ليه السؤال ده؟ بشوف حضرتك وقت اخبار في المطبخ. لا بحبه. تطبخي كويس؟ بحب المطبخ، بطبخ كويس. ايه بقى الاكل اكتر الاكلات اللي بتحبيها؟ الاكلات يعني اللي بحبها بقى، بحب الاكلات الشعبيه بتاعتنا الجميله، المصريه الشعبيه بتاعتنا. حلو. يعني بحب الحاجات الاقتصاديه الجميله. أيوه. واولا وبطبخها بأكل. وبعدين بطبخها بطريقه صحيه. ايوه يعني ما بعمل بدنجان ومسقعه. أيوه. ما بقعدش اقلي في زيت. طب انا جاي اسمع بقى واشوف واتعلم من حضرتك بقى الحكايه ازاي نعمل مسقعه صحيه من ايد حضرتك. ازاي بقى الحكايه؟ لازم اشويها، ما بقلهاش بالزيت عشان ايه؟ تبقى صحيه اكتر. تبقى صحيه وموفره كمان. تاني حاجه، التوم لما بحطه ما بحرقهوش قوي. انا خليه اللي هو ذهبي شويه. مش ذهبي، انا بخليه صحي. انا شايف في خل بينزل على ايه؟ على التوم. روح حلو. خلي على التوم. على التوم. دي طشه ايه بقى؟ دي طشه التوم. ايوه الصلصه اللي هعملها دلوقتي. اوكي. حضرتك عملت ايه الاول؟ اول حاجه حطيت التوم. ايوه. والتوم يا دوب يصفر بس، مش يصفر. زيت ولا سمن ولا زيت؟ لا زيت. حلو. زيت. تمام. ثاني حاجه بقى احط الطماطم. عصير الطماطم الفريش. لازم احطه بقى وما سبكوش قوي. يدوب كده ايه ياخد يعني مع نفسه. يعني ما يبقاش يحرق صدرنا، يعني يبقى كويس وصحي. خلاص تمام. بس بعد كده بقى يدوب تستوي والخلي بالثوم ده بقى. الثوم ده بقى اهم حاجه. في حاجه مهمه جدا. اتفضلي. الثوم ده بينشط خليه في البنكرياس اسمها لانجر هانز. بينشط، هي الخليه دي سنسز، يعني بتخلق الانسولين. يعني ده كويس لمرض الناس اللي عندهم انسولين. اللي هم بياخدوا انسولين سكر. لمرضى السكر. لمرضى السكر يعني. الثوم ده مهم جدا. مهم جدا جدا. بينشط خليه لانجر هانز دي عشان تبقى سنسز للانسولين اللي بتطلع انسولين طبيعي من الجسم. يعني ده بينشط. يعني ناخد ثوم كده حتى على غيره وكده. مهم لمرضى السكر. ده كان ناس كتير جدا بنتكلم على القصه دي، ناخد الصبح فص ثوم شرايح مع معلقه زيت زيتون. صح كده ولا رايك؟ جميل. زيت الزيتون ده حلو اولا. صح. جدا على غير الريق كده، فص ثوم شرايح كده للركب والمفاصل. أيوه. مهم جدا جدا. تمام. عايز بس اعلي بشويه. عملت الصوص. الصوص بتتبليه بايه بقى؟ الصوص الصوص ده بقى. أيوة. اتبله بايه؟ انا بحط صلصه، هو كده التتبيله بس كده، ما بحطش حاجات كتير. توم وخل والبصل والطماطم. يعني بعملهم بهارات ملح حاجات. بحط بهارات طبعا. وملح وكل حاجه بحط. ده انا قصدي بهارات ايه بتاعتنا، اللي هي الكزبره والكمون. كزبره وكمون ده بقى ما بضيفوش غير في الاخر. ليه بقى؟ الكمون لو انا غريته في حاجه بيمرر. بحطه على الفول في الاخر. احطه. أي. على المسقعه في الاخر. صح. احطه على البطاطس حتى المهروسه. في الاخر. انما لو غليته يمرر الاكل. صح. حتى في اي حاجه، لو في السمك حتى كمان في اي حاجه. انا بحطه في الاخر. تمام ماشي. نبص ونشوف الحكايه. اعلي ديت ايه اللي حصل؟ ده احنا واقفين خالص ما عملناش حاجه. ده البوتاجاز فاصل مننا. اسهل حاجه في الدنيا. اتفضلي.
بس خلاص. عايز بقى اني نار تانية حلقة عبارة. بس خلاص. دي بس؟ قولي لي بقى بتعملي ايه؟ بعمل مسقعة. بعمل مسقعة. ما انا تمام ماشي ازاي بقى؟ ايه طريقة؟ بعمل بامية. ايه؟ انا بعمل بامية اصلا. تحس اني مسقعة وانا بامية عشان كده احنا بامية. هو على فكرة هو الصوص ممكن يمشي للاثنين. ما انا عارف. يعني نفس فكرة الطماطم، نفس فكرة التومة، ونفس فكرة البصلاية. كل حاجة. حضرتك من الناس اللي بتعمل البامية ببصلة ولا من غير بصلة؟ لا بعملها بالبصل. اصل في ناس تقول لك احب اكلها زي يعني تكون بفص توم بس كده نفس الطريقه اللي بتكلم عليها وتوم حلو برضه وتوم حلو جدا تمام انت حابب تعملها ببصله ايه تاني؟ بعملها ببصل وبعملها بقوطه وبعملها وبعدين بحط فص توم في الطاجن من تحت واحمرها شويه أيوه. وبعد كده عليها الطشه والطشه وادخل الناس. الله الله ده جامدين قوي 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 ماشي. طب حضرتك من الناس اللي بتحب الباميه الكبيره ولا الصغيره؟ لا عادي الاثنين عادي الاثنين عادي مفيش مشكله. الصعيد طبعا مشهور اكتر بالويكا كبيرة بقى صح كده؟ كبيرة طب اديني معلومتين حلوين على الويكة الحلوة بالصعيد. الصعيد احنا كنا بننشف البامية زمان في غير وقتها ايوه وكنا بنعملها بالخيط ونعلقها تنشف ايوه وبعدين لما يبقى ميعادها مش موجود ايوه نجيبها نعملها ويكة يعني كده احنا بنخزنها ما ياكلش موسمها يعني مثلا مش هي بحطها في التلاجة ولا حاجه لا دي بنشفها عادي بتتجفف بتتجفف طريقه صعيديه قديمه أوي. مصريه قديمه يعني طبعا. التجفيف عامه للملوخيه زي الملوخيه الناشفه زي اصلها مجفف مظبوط ولا غلطان صح ونفس الموضوع في فكره انا كمان عايز اسال حضرتك سؤال انا بالنسبه للتجفيف ده انا شفت اماكن يعني مره كنت بصور في الاقصر او مش فاكر في اسوان ودخلنا محل من العطاره لقينا عنده الباميه موجوده متعلقه زي ما حضرتك قلت كده بس حاجه فكرتني تخيلي اللي افتكرت ايه دلوقتي البتنجان يعملوا ايه البتنجان بيبقوا مجففينه برضه بيتجفف بس إيه يعني بص البتنجان العروس شفته انا متجفف في دوباره برضه ده ايه بقى؟ هل ده شكل ولا بيستخدم؟ لا ده شكل دي شكل لا 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 لكن ايه تاني بيتجفف غير الباميه وال والملوخيه الناشفه ملوخيه بس كده بس كده مفيش حاجه تانية لا 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 طيب وبعد كده بتطلعوها بقى بتسيبوها سنه مثلا او 7-8 شهور زي ما تبقى الباميه مش موجود تتجفف خارج البيت داخل البيت لا في البيت في البيت في البيت يعني مكان يعني مش شرط يكون في السطح او لا مش شرط لا 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 معلقه في المطبخ في المطبخ عادي عادي والتوم برده ساعات بيتعلق لا ده مش ساعات ده دايما انت صح كده على طول ده عندي كوم في البلكونه ما شاء الله طيب حاجات معينه كده ارتبطنا بيها في المطبخ الصعيدي لو هنرجع ونقول تجفيف الملوخيه تجفيف الباميه تعليق التوم في كل بيت حتى لو مش صعايده اكيد في مصر في كل بيت من امهاتنا وده مختلط غالبا ما بين الفلاحين والصعايده نفس الثقافه نفس المطبخ يعني قريبين جدا من بعض ففي كمان حاجه تانية مرتبطه بالموضوع ده كله بلاص المش اللي هو البطرمان المش صح ولا ايه؟ صح انا بجيب الحاجات اللي حضراتكم اكيد يعني في ناس تفتكر الحاجات دي صح ولا لا أيوة انا بجمع لسه موجود لحد دلوقتي لازم الحاجات دي طب حد ليه علاقه ده خزين بيت اساسي ايوه انا عايز ارجع دي كشك الصعيد الكور السؤال اللي برجع لحضرتك فيه او ليه بستجوب حضرتك في القصه دي اكتر ان انا عايز ارجع للمطبخ بتاعنا المطبخ المصري بتاعنا وتخزين الحاجات اللي امهاتنا واخواتنا يعني من زمان جدا كنت اشوف انا حد يعني فتره قليله جدا كنت اشوف مامتي بتعمل كده بتجيب التوم تخزنه التوم اللي هو الصغير ده ونفس البطرمات كل حاجه ده ليه علاقه بالتراث المصري ولا ليه علاقه بمحافظات معينه؟ لا المفروض كل بيت بيعمل كده كل بيت بيعمل ايه اللي غير الحاجه؟ معرفش ليه بقينا نستسهل نجيب قيمه التوم السريعه دي؟ لا مش كل الناس مش كل الناس لا لا مش كل الناس كلنا طب انا كل حاجتي كده عايشه في القاهره ولا في المنيا لا انا عايشه في القاهره بس نفس الطريقه ونفس الاسلوب المطبخ كل حاجه هو. مشي وكشكي وكل حاجه موجوده طب معلش انا هسالك سؤال انا اسف يمكن بطول شويه اتفضل هل بينفعك في ايه غير توفير الوقت صحي طبعا طبعا صحي وحاجه ثانيه لو انا مثلا في اي وقت في الشهر ايا كان ميزانيتي ايه اطلع واعمل على طول ما عنديش مشكله عيالي انا معايا 6 اطفال اللهم صل على النبي انا اكلهم ايه ما انا لازم اعمل حاجات زي كده عشان اعرف اتخيل بقى احنا كنا بنطبخ في البلد على الكانون ايوه كانت حماتي تعمل الكانون لا البوتاجاز بيصرف علينا لا احنا الكانون محشي وكل حاجتنا كانت على الكانون كل حاجه بوفر انبوب الغاز حتى الميه بتاعه الحمام كله على الكانون الحله الكبيره كله كناش نستخدم والله طب هل التوفير يعني مش من زمان قوي يعني مش من زمان ده يعني لما بروح البلد بستخدم الحاجات دي لسه موجود وانفخ وايده من قرايبك لسه موجود بيعمل نفس الحاجات اهلي كلهم اخواتي واهلي كلهم انا شايف ان ده اعتماد قوي جدا على النفس جدا وحيل على قدرات المعيشه بشكل حلو جدا ايوه طبعا طب قولي ايه تاني ممكن يتخزن او ممكن نقدر نسيبه في البيت بشكل طويل نستفيد بيه لو كان من مش موسمه او ماديا نستفيد بيه او وقت انا عايز اطلع حاجه اعملها في ثانيه ايه تاني غير الخضار ده ما هو الخضار ما انا ما اعرفش حاجه طب الخضره بتخزنيها ولا لا
ما بتخزنهاش؟ لا لا لا. طب معلش انا بستفيد بس لا براحتك. في ناس تقول لي انا احب اخزن الليمون، رايك ايه في الكلام ده؟ لما اكون هستخدمه في تنظيف حاجه بس. بس لكن مش في عصير وقت. لا 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 لا، يعني الليمون ما يتخزنش. لا 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 لا. طب السبانخ والورقيات؟ ما عنديش مشكله تتخزن عادي زي الملوخيه. مفيش مشكلة. وبنجيبها أكتر في مواسم لما تكون سعرها هادي. هو ده اللي أنا عايز أرجع ليه. زمان حضرتك، أنا بس بفكر كل السادة المشاهدين أو بعض السادة المشاهدين، زمان كانت الثقافة في المطبخ هي دي، وأتمنى نرجع ليها تاني وكل طبقات تمشي معاها مياش ليها علاقة بحاجة معينة. وحضرتك ممكن تشاركينا دكتورة في الكلام ده. كان زمان فكرة الحيل في المطبخ هي اللي بتعيش الشهر زي ما بيقولوا. يعني بركة، كان حيل على ده وتشيل ده وتخزن ده، ولو في حاجه مثلا موسمه مثلا كنت اشوف زمان تروح تجيب مثلا 10 15 كيلو قوطه. طب جايبه الطماطم دي كلها ليه؟ ما حدش هياكلها. لا انا هخزنها. فالتخزين ده بقى قليل دلوقتي. 10 15 قليل صح ولا لا؟ قليلين. 50 كيلو والله. 50 كيلو والله. دي فريزر. يقعدوا معاك قد ايه طول السنه بقى؟ عشان العيال ما يقعدوش كتير طول السنه. ايه يا شيف ده؟ ما فيش. اللهم صل على النبي. بس احنا بنتكلم اللهم صل وبارك على ربنا، يعني ربنا يحفظهم. الشهر نكمل الشهر. انا بتكلم يعني طبعا احتياجات الشهر دي. ايوه بس التخزين فكره. عايزين نغطي عشان ما تعبتش. تمام. بس فكره التخزين دي انا برجحها جدا لعده اسباب. التخزين للاكل مش بس عشان سعره متوفر، عشان كمان يبقى زي ما احنا اتعلمنا من حضراتكم البيت يكون مسطور. اكيد في وقت ما معيش فلوس اجيب، مظبطه حاجتي في وقت ما فيش ظروف مش سامحه. صح. نص الشهر ربع الشهر انا ما عنديش مشكله. حاجتي في الفريزر اطلع واسوي على طول. من الناس اللي بتايدي الدليفري ولا اكل البيت؟ عمري ما دخلت الدليفري. البيت اهم حاجه. البيت عمري ما ولا الدليفري. يعني انا مش عارف النهارده الناس هتزعل مني في اللي انا بقوله. لا لا بس كل واحد على قدر حالته الماليه. انا ما اجيبش عمري، حتى لو حالتي الماليه كويسه مش هجيب دليفري. انا بحب اكل بيتي بايدي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك يعني ربنا بيحب العبد اللي بياكل بعمل يده. ايوه صح. ان الله يحبه يستعمل بايده حاجه لا ياكل منها. يعمل بعمل يده وياكل اهل بيته. طيب بعمل يده. بالعمل. طيب حضرتك من الناس، احنا خلاص قلنا لا موضوع الاكل لا. طيب حضرتك انا بسال الاسئله دي عشان برضو يعني ايه، يعني لو حد من اولادك ما رضيش ياكل الاكل ده النهارده احنا بنعمل ايه؟ والله بسرعه يعني احنا بنعمل. انت عندك حد من اولادك ربنا يحمي ويبارك يا رب مثلا مش عايز اكل الباميه دي، مش عايز اكل المسقعه دي، مش عايز اكل العدس. ايه عندي اعتراضات على العدس. ما بيحبوش العدس. بنتي الكبيره ما بتحبش العدس. طب خلاص نتجنبه وخليه في الشتاء بس. اي اكل عادي. الكشك اللي عندي بعمله بالبيض. الله. والسمنه وبتاع. السمنه البلدي واعمل بالبيض. بوشه بالميه وبعدين بصفيه وبيض بقى وسمن بلدي وتاكل زي الفل. طب معلش بقى سؤال تاني بالبره بقى عشان نستفيد من حضراتكم. الاكل اللي بيبات بنعمل فيه ايه؟ هل بنرميه بكره؟ لا بنعمل ونعمل غيره؟ لا ولا هل نشحته ونعمل غيره؟ لا ولا هل ما نبصلوش خالص لما يبوظ ونجيب اوردر؟ اجدده. ايوه اجدده. علميني. لا اجدده. اجدده. لا انا اجدده. خلينا نقول مثلا اكله بسيطه، مثلا باميه ورز وشوربه وسلطه وقصه مسقعه مثلا. ده كده النهارده. زي ده فضل وعد. نعم الحمد لله. ماشي. وعندنا العيش وعندنا الرز وعندنا كل حاجه. كان ان احنا كنا اتفضل نص الكميه وبكره العيال او الاطفال يا ربنا يحمي ويبارك، يعني عفوا في اللفظ العيال، احنا العيال اللي هم ما شاء الله عليهم ربنا يحميهم يا رب، مش حابين الاكل ده، احنا بقى كابهات وامهات هنعمل ايه؟ بندخل حاجه تاني. أيوة زي ما بقى قلت لحضرتك. اعرف ازاي اعيد تدويره. اعيد تدويره اظبطها ازاي؟ اديني فكره. يعني مثلا الطبخه دي. يعني مثلا لا مش شرط الطبخه دي. اي طبخه؟ يعني مثلا عملت فرخه اتبقى عند صدر فرخ. ايوه. تاني يوم اعملها لهم بيتزا. تعمل لهم بيتزا. اللهم صل على النبي. واعملها وشاورها بس ليها ومع الخضار. وتشوحيها وتحطيها على جنب. عندي لحمه مش مكفيه. اطلع حتتين ثلاثه اعملهم كفته رز. تجيب نص كيلو رز وحسبتين ثلاثه خضره وربع كيلو لحمه. نص بطاطس واقطع بطاطس مكعبات واعمل حله قد كده العيال ياكلوا فيها. وحله رز جنب منها. اعمل ايه؟ ما نعمل عشان يكفي. ما شاء الله عشان يكفي. وبرده ما نرميش نعمه. لا عمري ما رميت ولا لقمه العيش. النعمه دي 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 دي, دي مهمه. برده الفراخ دي والبقايا دي بنعملها شاورما. شاورما يعني هنا قلنا بيتزا هنا قلنا شاورما. حتى السمك برده بقايا السمك لو في سمك وباقي ما برمهوش، بجيبه واعمله تدوير ثاني، اعمله زي الشاورما. ايوه. واعمله طماطم وبصل وفلفل مش عارف احطه في الفرن. بايركس حته بايركس جميل واطلعه سخن بقى ويطلع وحبه رز جميله. حبه رز وسلطه معاه جمال كده. هو ده اللي بتكلم عليه. هو ده اللي بتكلم عليه. عمرنا ما انا شغلتكم كتير بس انا والله بستفيد يعني. ربنا يخليك. هقول لحضرتك على حاجه، اصل انا كل يوم بقول الكلام ده وبقول والله ما على حاجه، بس انا دايما بقول وبكتسب خبره حضرتك وخبره مامتي وخبره الناس اللي بيقابلوني. بحب بس مع اوصل المعلومه طبعا للناس. في بعض الناس يقول لك ايه خلاص بقى ما احنا كنا امبارح. احنا لسه هناكل النهارده تاني. خلاص الزباله بقى وارد. طب ممكن اعيد تدويره على راي حضرتك زي ما قلتي
محله رز جديده فريش، كيس مكرونه، واظبط له حبه صلصه، واخد اللي عندي واظبط اموري واعمل اكل سكر. والله هو ده، دي الحقيقه فعلا، هو ده اللي اتربينا عليه من عمرنا لحد دلوقتي. انا عندي ام ربنا ده صح، معرفش شايفاه ولا لا. يا رب من الطبخه بتطبخ النهارده اتاكلت كنبه، ما اتاكلتش بتخش الثلاجه. والله انا تاني يوم اسمعيني بس، تاني يوم فين الاكل؟ موجود حالا سخن ده الاكل، هو هو ما اكلتوش امبارح. طب لو كلته كلت نصه الاقي هو جزء منه موجود ولكن متحرف عليه زياده. صح. ايه بقى متحرف عليه بقى؟ زي ما حضرتك قلت كده، ممكن تلاقي مثلا ايه حبه رز معمولين مش عارف ايه، تلاقي جنب منه مش عارف صينيه مسقعه جديده. صح. حبه تشك جديد، حبه بصاره حلوين. اي اكل اللي بياكل، خد بال حضرتك الاكل الشعب المصري ده هو الوحيد اللي بياكل كله تمام، بس الاكل ده بالذات لازم احافظ عليه. أيوة. انا شغلتهم هو ده اللي بنشتهي بيه، الاكل الشعبي ده بيخمس. زي الكشري وزي الفول وزي الحاجات دي كلها جميله. والله انا اسف ان انا شغلتكم كده. اتفضل افندم. حاضر انا ما حاضر حاضر. جمانة هاني صباح الفل والهنا. جمانة الو، اكيد اخرنا على جمانة. الو هنا صباح الفل. الو الو ازي حضرتك؟ ازيك يا هنون يا قمر، اخبارك ايه؟ الحمد لله. عامله ايه؟ كله تمام الحمد لله. عمرك يا قمر؟ عايزه اقدم لماما في البرنامج عشان هي مستطلع مع حضرتك. حاضر ماما هتيجي تطبخي معانا ولا انت تيجي تطبخي مع ماما؟ لا ماما بس في عيد الام. ماشي عينيا الاثنين. حاضر يا سلام. طيب ممكن يا هنا بقى نقفلش السكه ونسجل بياناتنا في الكنترول؟ هنا سامعاني؟ الو ايوه نعم سامعاني يا حبيبتي؟ ممكن نسجل بس بياناتنا في الكنترول؟ تمام ماشي. عشان حضرتك انت اول واحده تشترك لمامتها في عيد الام السنه دي. ماشي. انا اول مره اسمع المكالمه دي. احنا في شهر 10 اهو، احنا كام 10 النهارده؟ احنا 9/10. حضرتك يا استاذه هنا يا جميله بتشترك لماما ل 21 مارس اللي كمان لسه كام شهر، فانت بنتي جميله جدا ربنا يحميكي، وانت من اوائل الناس اللي مسجله لمامتها النهارده. شكرا يا هنا. النبي يا رباب خدي رقم هنا ومامت هنا كمان. شكرا. شيرين هاني صباح الفل. صباح الفل. اهلا وسهلا بيك يا فندم، اخبارك ايه؟ صباح الخير. كله بخير؟ والله زي حضرتك. الحمد لله كله بخير يا فندم. الحمد لله. الله يبارك فيك. ايه الناس الجميله اللي مع حضرتك دي يا شيخ علاء؟ امارات الجمال دول. جميله جميله ما شاء الله، جميله قوي ما شاء الله، ربنا يحييهم. دول الجندي المجهول اللي في البيت يا فندم. شكرا. بس انا عندي بقى سؤال لبتاع الكشكش الصعيدي ده. ايوه. انا جاي لي زياره يعني من الصعيد، اللي هو العيش اللي بالحلبه. ايوه. والكشك الصعيدي. تمام. الكشك الصعيدي قالوا لي اتعمل بالبيض، بس انا مش عارفه اعمله بالبيض. حالا هنجيب لك ورقه وقلم وهنسمع حالا دلوقتي كل تفصيله للكشك الصعيدي من مدام دعاء من قلب الصعيد. حاضر. ايوه هو طيب زي هي بتقول كده وكل حاجه. اوامر. حاضر يا فندم. حاضر. حاجه ثانيه؟ تسلم. شكرا ربريك. شكرا شيرين هاني، اتفضلي. صباح الفل يا فندم. جمانه صباح الفل. مساء النور يا سيدي. مساء الورد والهنا. الاخبار؟ ايه الحلقه كله بخير. اخبارك انت ايه؟ حضرتك دي منورين. الله يبارك في عمرك. انت اللي منوره. ربنا يخليك. تحت امرك. بما اني شفت الحلقه النهارده كده في الكلور الشعبي واكل مصري كده، انا نفسي اعمل البصاره وعمري ما عرفت اعملها خالص. طب انا لسه كنت عاملها من كام يوم. حاضر هعيدها لك تاني. ما بعرفش اظبطها خالص. لا لا هقول لك على طريقه البصاره. حاضر. ولا طعم ولا لون ولا شكل. لا 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 ده البصاره دي من اجمل انواع الاكل اللي انت في حياتك يعني ما تتحرميش منه ابدا. طعمها حلو جدا وطريقتها سهله جدا وطريقتها عاليه جدا ولما قدرها شبيهه للطعميه ما فيهاش اي حاجه غلط او حاجه بعيده عن اللي احنا بنحبه. فهقول لك حاضر حضرتك. هو السنه المقادير بتاعتها مظبوط كل مقاديرها في البيت عندك. تمام. هتبعتي تجيبي كيس فول متشوش. تمام. اللي هو الفول المتقشر اللي هو مفتوح نصين ده. حلو. ماشي. هتجيبي عندك حزمه شبت وكزبره وبقدونس وقراط. تمام. وراس توم وبصلتين كبار. قرن فلفل شطه حسب الرغبه. اوكي. هتشوحي الاول البصل والثوم لوحدهم مع قرن الفلفل في الحله مع مكعب زبده حلو يديكي طعم كويس. بعد كده ننزل بالفول المتشوش متصفي ومغسول كويس قوي، يا ريت تنقعه حتى ربعايه عشان يبقى دبلان سنه، واشوحه شويه وابدا انزل عليه بالميه السخنه او بالمرقه. مرقه ايه؟ ممكن تكون مرقه مواسير، مرقه فراخ، مرقه لحمه، مكعبين مرقه خضار، اي مرقه عندك. ماشي. وخلي الفول يغلي شويه، وبعد كده اول ما احس ان دخل مرحله تسويه انزل بالخضره في الاواخر خالص عشان ما تغبقش مني في غليان. وبعد كده ابدا اخلطهم كلهم في الخلاط واضربهم كويس قوي، وابهرهم في الاخر بحبه كمون بساط، حبه كزبره ناشفه، سنه بهار لو حبه، حبه ملح، ومتشكرين. خلاص تمام. وبصله محمره بتاعت الكشري على وش.
تمام. ونحط في الاخر على الوش كده حبه زيت زيتون عشان ما يشققش. ماشي. اوامرك. صباح الفل. شكرا. ربنا يخليك. شكرا يا جمال. ميار هاني. اهلا. صباح الفل يا ميار. ازي حضرتك؟ الحمد لله كله دايما يا فندم. تحت امرك امر. احنا مش متصلين عشان نسال على حاجه، احنا بس بنكلمك نسلم عليك ونقول لك برنامجك دايما جميل ودايما متالق فيه في كل حاجه. شكرا يا فندم، كل جزء والله يا اختي على راسي يا ميار والله المكالمه والمتابعه. ربنا يبارك لك يا رب. تسلمي. بنتي فريده بحب حضرتك جدا. ربنا يحميها لك. طب عندها كام سنه فريده؟ 3 سنين. الله اكبر، ربنا يحميها لك. طب يلا بقى شجعيها كده بقى عشان ان شاء الله تجينا في اقرب مسابقات بقى تكبر شويه بس ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يحميها لك يا ميار وانت فيها احسن الناس يا رب. اهلا وسهلا، ازيك؟ قمر. فريده. ايوه. انت فريده حلوه؟ ايه انت فريده؟ ازيك يا شيخ؟ ازيك انت يا روح قلب الشيف علاء؟ ايه القمر ده؟ انت عندك كام سنه حلوه؟ فريده. ها؟ تو. ربنا يحميها لك يا رب ويحافظ لك عليها يا رب. شكرا جدا ليك وربنا يحميها لك وان شاء الله نشوفها عن قريب ان شاء الله. اشكرك. انا عندي فاصل. حاضر. ايه الاخبار؟ زي الفل. النظره دي فيها ايه؟ النظره اللي حضرتك عملتها لي دي هتحطي ايه؟ خد بالك دي هريسه مش شطه. مش شطه، ما فيهاش شطه. ما فيهاش؟ اه بس باخد الفلفل الرومي ده. اه ما انا افتكرت المفروض بفرمه في الخلاط وممكن لو عايز احط عليها شطه بديها حبه شطه. اه بس بدل لو بص حضرتك يعني مثلا هقول لك معلومه برضه عشان من ده خليك زي ما انا من حياتي انا بقى تعليم من امي ربنا يديها الصحه. فلفلايه زي دي بص كده يا استاذ معايا شايفه عامله ازاي؟ ما ينفعش اقطعها في سلطه. هي دبلت. خلاص عدى عليها اسبوع. يعني اجيبها مثلا دي مثلا انا بشتغل من السبت للخميس مثلا او السبت للاربع يعني حوالي 6 ايام. ايوه. ممكن اجيبها قبلها بيوم. اه فدي انا بشتغل بيها طول الاسبوع للسلطه للطبيخ لاي كان. اول ما بتدبل كده معايا مش صح ان اشتغل بيها. عندي حاجه من حاجتين، يا اما اشويها واقشرها وافرمها يبقى عندي فلفل مشوي، او زي ما هي كده وانضفها كويس قوي واغسلها واصفيها واضربها في الخلاط. ممكن اديها حاجتين، الحاجه الاولى ممكن اديها زيت بس بعد ما افرمها تبقى عندي زي ما حضرتك شايفاها كده. والحاجه الثانيه ممكن اديها قرن فلفل زياده شطه وليمونه واخش في سكه التوم واعملها فلفل حار بس الفلفل الرومي يمشي معايا في دقه للسمك يمشي معايا. انا بعمل بيها البتنجان. ايوه يمشي. فالمقصود ده هنا اساسي. فانا بوظفه كده. حتى لو هو مش شطه انا عندي الشطه الحمراء دي وراح مدي معلقه بتروح مخلصه القصه. حبيت بس اقول لك احنا بنعمل ايه. ميرسي يا حبيبي. طيب انا عندي فاصل صغير جدا، بعد الفاصل ان شاء الله هيكون منورنا ومشرفنا ان شاء الله 2 من اخواتنا هيكون معانا ان شاء الله. مدام ساميه ومدام دعاء دول دلوقتي، وان شاء الله اللي جاي هيكون مع حضراتكم مدام حياه ومدام صفوه بعد الفاصل. اتفضل. اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكل. مساء الفل. مساء حضراتكم منورينا ومشرفينا. احب ارحب بيه مدام حياه. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ومدام صفوة. اهلا وسهلا. اخباركم ايه؟ الحمد لله. شايف حياه هاني ماسكه الزبده وعايزه عايزه تشتغل على طول. متحمسه. اصبح على حضراتكم الاول الطبق جاهز. والله الموضوع مش طبخ بس. منورينا ومشرفينا. نورك. اولا خطوه عزيزه على حضراتكم والله على دماغي يعني جدا. نورتوني وشرفتوني. ربنا يبارك. ايه بقى الحكايه؟ هتعملي ايه النهارده؟ انا هعمل فول بالبيض. الله. بس بطريقه بلدنا وبطريقتي بقى. منين؟ انا من كفر شكر. احسن ناس واجدع ناس. طب يعني نعمل طاجن فول النهارده ولا بايركس فول مختلف كده؟ طيب ماشي الكلام. طب حياه هانم اعمل لنا ايه؟ هعمل رز بالخلطه. على طريقتك. على طريقتي. ماشي الكلام. يلا بينا نطبخ وندلش واحنا شغالين ان شاء الله. طيب كنا بنتكلم حضراتكم شايفين او سمعتوا من شويه. انا عايز كنتوا شغالين مش عايز اعطلكم يعني. لا كنا بنتكلم وبنسال امهاتنا اللي من شويه كانوا معانا او اخواتنا مش عايز اكبرهم يعني. وكنا بنتكلم على اهدار الاكل. ايوه فكره طبعا. الدليفري اخبار الاكل البيت ايه؟ رايكم في الموضوع ده؟ بص انا بالنسبه لي اهدار الاكل دوت انا بعمل له اعاده تدوير. انا مش بهدر. ايوه يعني هديك مثال مثلا. اتفضل. لو في عندي فراخ بيتة. ايوه. انت عارف الفراخ البيتة مش بتبقى كويسة تاني يوم، بيبقى لها نكهة كده غريبة. تمام. انا بعمل لها ايه بقى؟ بجيب لها فلفل اخضر وفلفل الوان. ايوه. وبشوحهم في حتة زبدة
وبقطع الفراخ كلها ورك صدر اي حاجه بس ليه وتنضفيه كويس بالظبط. اعملها واشيل العظم منها واروح مشوحاها على الزبده واقطع معاها الفلفل الالوان واحطها معاها واحطها في الطاجن واكون عامله لها بشاميل. الله. واروح حاطه بقى اروح ممكن احط جواها مكرونه كمان تبقى مكرونه بشاميل. والله ممكن صح. بس هي جت على بالي بدل الخلطه الحلوه دي بالظبط ممكن اجيب كيس مكرونه مقصوص قلم واسلق نص سلقه دي فاكرة حاجه وامكسه مع البشاميل مع الفراخ واقفل اخر حبه البشاميل على الوش بالظبط صح كده صح بتمشي برضه. بس هي ما جاتش في بالي انا دايما بعملها كده. انا بستفيد من حضرتك طبعا دلوقتي حالا وصفه وحضرتك بتاخدي فكره وكلنا بنتجمع للاخر المشاهد يوصل له معلومه. انا النهارده سؤالي ده راح لي ليه بنسال الاسئله دي وليه بنتكلم على التفاصيل دي؟ لان في بعض اخواتنا والجيل الجديد مختلف شويه عن حضراتكم. ربنا يديكم الصحه والعافيه ويكرمكم دايما. حضراتكم صحاب خبره كبيره جدا مش بس في المطبخ، في الحياه، حياه الامومه وحياه البيت والحياه الاجتماعيه والمدرسه الاساسيه اللي كلنا طلعنا منها هي مدرسه امهات البيت. الام دي حقيقه. في اجيال دلوقتي يمكن انا كمان منهم او ممكن يكون في بعض الناس يعني عشان بس ايه نعم نمشي يعني فكره التدوير ده مش في بالهم. أيوة فكرة طبعا. الإهدار مش على بالهم، مش إن هم وحشين، هم ما عندهمش الثقافة دي أو ما عنديش الأوبشن إن أقدر أعمل ده، يعني خلاص أنا جبت النهاردة فرخة أكلنا نصها وسبنا نصها ممكن بقى يعني خلاص بكرة مش هناكل فراخ أو ممكن ناكل أي حاجة تانية ونسيبها بقى للزمن دواري. ما يحبوش ياكلوا أكل بايت تاني يوم خالص. أنا بقى هنا عايز أرجع للنقطة دي. يعني لما أخد بحركة معلومة ومن حضرتك معلومه ونضيف عليها اي معلومه ونوصلها لاخواتنا اللي عندهم المشكله دي في البيت وده بيحصل بيحصل موجود كل في بيوت كتير جدا فيها نفس القصه دي. دي حقيقه. انا دي مشكله عندي وكمان بقى في اسئله عنها كتير جدا من بعض امهاتنا. هو انا اعيد دي ازاي؟ اعيد التدوير دي ازاي؟ طب انا عملت امبارح كان عندي محشي وخلص اعمل فيه ايه لو بيت لو فالسؤال بدا يتكرر. هقول لك بقى المحشي نعمل فيه. قولي لي بقى وعلميني. اي محشي. ايوه. بتنجان، كوسه، ورق عنب، كرنب، اي حاجه. أيوة. نجيب طاسه كبيره مش طن كده لا مفروده. ايوه. ونحط فيها زبده. حلو. او سمنه بس يعني الحاجات بقى بتاعت زمان. ايوه. لا سمنه بلدي طبش كده ابو لسع الحلو. انا فاهم حضرتك بتتكلم ايه بالظبط. وديها بقى بتبقى أيوة. حاجه ايوه لسع كده سنه سمنه بسيطه ولا حته زيت ولا زبده حسب خلص. وبيبقى ليه طعم كويس جدا وبيتحولوا تماما يعني مش ممكن تقولي ان ده المحشي بتاع امبارح. ويا سلام بقى لو في حبه لفت مخلل هو بتاعه تحس ان الاثنين توقف جدا في الجوعانه يعني ده الاكل طبعا الواحد ما ينفعش يستغنى عنه. انا بس يمكن سؤال النهارده او سؤال الحلقه النهارده هو رايح للاتجاه ده زي ما قلت لحضرتك من الاول. في اخوات بنات كتير جدا وولاد كمان ما عندهمش الاكسبيرينس او الخبره لفكره ان انا ممكن اعيد تدوير الاكل. ممكن كمان اعرف ازاي انا شايف حضرتك ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك اولاد حضرتك ربنا يحفظهم لك وحضرتك نفس الكلام. اعرف ازاي اقنع ابني او بنتي ناكل الاكل اللي في البيت مش بس ان هو لما يبات لا النهارده مثلا انا طبخه عامله طبيخ حلو زي حضرتك عامله النهارده مثلا هو مش عايز او هي مش عايزه اعمل ايه؟ بص احنا وبيعيط عماله تعيط قدامي تقول لا انا ولادي ما شاء الله عليهم لا رجاله ويعني وكبار بتكلم على الصغيرين. بص انا طول عمري هو ده الاكل بتاع النهار. ايوه. مش هتاكله النهارده. أيوة. هتاكله بكره. سامعين الكلام ولادي حفظوها لحد أنا دلوقتي. أنا, انا 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 اسف في اللي هسالك السؤال ده انا ربنا يحمي ويبارك. عندك مين من اولادك؟ عندي بنتين وولد. اعمارهم قد ايه؟ عندي بنتي الكبيره 33. الله اكبر. وبنتي الصغيره 28. ما شاء الله. وابني اصغر واحد 25. ليه سالت السؤال ده؟ ربنا يحفظ ويبارك يا رب عشان اوضح خبره حضرتك في تعليمك لاولادك وتربيتهم كبيره جدا وشايفين طبعا نموذج قدامنا حاجه مشرفه وحضرتك طبعا نفس الموضوع. اللي انا عايز اقوله ان انا باخد خبره حضرتك على مدار السنين ده والتعليم النماذج المشرفه حضرتك مربياهم ربنا يحفظهم لك يا رب ويحافظ عليهم وتشوفوا احفادهم احسن منهم ان شاء الله. يا رب. ده نموذج انا استفيد منه كعلاء ونحاول نوصل لاخواتنا البنات اللي بيشوفوا امهاتهم برضو عندهم نماذج مشرفه. ده انا عايز اوصله. ايوه من وهم صغيرين. ايوه بتعودهم. ايوه. لكن الامهات بقى بتاع امامي انا ما بحبش ده خلاص يا حبيبي بلاش. ايوه. لا رايك ايه في الكلام ده بقى؟ انا مش مقتنع. طب واللي بيعيط نعمل فيه ايه؟ يعيط هياكل هيرجع ياكل هياكله ما كلوش النهارده هياكله بكره ولما يعرف ان هو هياكله مش هيعيط وهياكل. تمام. بس في اطفال بتبقى عارفه ان مامتها ما عندهمش طيبة وهترجع في كلامها ما عندهمش نفس طويل. ايوه. فبيزن عليها سنه فهي على طول بيقرص السنه هنا بالظبط. فمن هنا الضعف جه من الام مش من الولد. لا لا خالص هو عمل اللي عليه عادي زي فجاله في الاخر هو عايزه بالظبط كده. هي بقى استجابت لا ما استجابتش
لكن خلاص يعني لو مرة اتنين تلاتة خمسة ستة عارف ان هو دوت اللي هيتاكل مش راح يعيط. هل بيتكافئ لما بيعمل كده ويسمع الكلام؟ لا انا بصراحة لا. ما بتكافئيش؟ هكافئ على ايه؟ برافو. ده الطبيعي. بس بحاول اقول كل حاجة حد بيفكر فيها. ايوة لا ده الطبيعي ان تاكل اكل البيت. بالظبط كده. تمام. يعني اكافئه على ايه وهو اصلا يعني ما فيش حاجة عملها مثلا اوفر. مثلا كان بيجي وقت ممكن حضرتك مثلا تبقوا خارجين فهنروح ناكل في حتة وده بيحصل. طب ايا كان محل عجبك ما دي مكافأة. ايوه ما هي دي مكافاه. بس مش هقول له ان دي مكافاه عشان انت مقابل ده. انا قصدي ممكن طول الاسبوع احنا كويسين فيوم ما بنخرج رايحين حتى لو رايحين اي حته ممكن نعدي طبعا. نعمل كذا لو حصل في تجمعات طبعا. بيحصل في اطفال كتير جدا بتبقى برضو مش كل يوم ناكل في القهوه يعني مش هيبقى كل الاسبوع كله فيوم ما بيخرجوا رايحين مثلا. بص هو عاده دايما الخروج بيبقى في الويكند. هو ده اللي بتكلم عشان لو مدرسه او بابي او بابي اجازه فهو اجازته في الويكند يعني هو اللي اتربينا عليه كله كده بالظبط. احنا طول الاسبوع في البيت كافي اخر الاسبوع بالخروجه او بوقت التمرين او رايحين مسكتنا او رايحين نخرج ممكن هنا يكون في سبيس ثانيه او تفصيله ممكن نقدر نظبط فيها بالظبط ده لو امكن. ما امكنش مش شرط. لا طبعا يعني وهم لازم يبقوا عارفين كده برضو انه مش لازم كل جمعه او كل ويك اند هنخرج. مظبوط. لان في احتماليات كبيره ان بابي مش فاضي حد جاي لنا مش مفيش ظروف متاحه ان انا اجيب اوردر من بره. بالظبط. مع الاولاد ده طبيعي. بالظبط كده. طيب حياه هانم. ايوه. راي حضرتك ايه في الكلام ده؟ كلام جميل يا فندم. كلام جميل. يعني نفس الثقافه والمدرسه ولا في اختلاف؟ احب اسمع رايك. والله الكبار دلوقتي في اختلاف. لما بتغصب عليهم طبعا اقل حاجه تليفون وهنتصل نجيب اكل من بره. يعني هو بقى بعث لحتاني ما بقدرش اسيطر عليهم. يعني وبعدين؟ غلط. طب ما هو ده هيجيب اكل من بره بفلوس مين؟ طب ما حضرتك بتديله ولا من معاه؟ لا بتديله طبعا بتديله. انا هجيلك بقى عشان هنا في نقطه لازم نقف فيها بقى عشان عندنا نفس المشكله دي موضوع كبير وهنستفيد من حضرتك. لا يعني هو بيقعد يزن. خليك معانا النبي كده بس تعالى معانا خمسه كده يعني هو بيقعد يزن ويعمل الحكايات. ايوه. وبعد كده يروح هو واخد القرار لوحده او واخد القرار لوحدها. ايوه. وطلب الاوردر. ايوه. واللي يفتح باب الشقه هو اللي بيدفع. مش هاكل من الاكل بايت او اكل كده. رايح حضرتك في الكلام ده؟ هسيبها جعانه. النظره بانت. دي النظره دي عارفها. النظره دي شفتها قبل كده بس مش حضرتك عارفها اللي هي ايه. أيوة. لا بس مش هي فعلا عودت من البدايه وسيطرت على الموضوع. يعني معانا الراي والراي الاخر دلوقتي. حلو قوي. انا بتكلم فعلا في اللي بيحصل حقيقي. بس في الوقت اللي احنا فيه فعلا المفروض نعمل كده يعني تدوير الاكل ما نرميش حاجه. والفلوس اللي يجيب بيها الاكل يستفيد بيها حاجه ثانيه. ايوه. ما بقولش يعني لو امكن ان انا ادفع لهم 200 جنيه او حسب الاوردر ثمنه كام. هو لو خدهم او خدتهم واستفادت بيهم الحاجه نفسها هي كبنت محتاجه حاجه اكسسوار ليها كولد محتاج تفاصيل ليها. هو انا عايز اكل دلوقتي. يا حبيبي ما الاكل في الثلاجه هو مش في اكل. مش عايز ايه بقى يعمل تعمل ايه الهانم؟ ما خلاص اعمارهم قد ايه اللي بيعملوا كده مع حضرتك؟ لا بس هم تقريبا لا استني بس عايز اعرف اعمار قد ايه؟ وممكن واحده طبيعتها اصلا ما بتحبش خضار ورز. مش واكله النهارده انت عامله خضار ورز. انا مش هاكل خضار ورز النهارده مثلا. عندي بقى ما بحبوش. ما بحبش الاعمار كبيره شويه. انا واخد بالي الاعمار كبيره. لا بس انا قصدي كله على الاعمار الاصغر. لا اصغر. هو بنتكلم في مطرح من كام ماما كام سن نتكلم فيه اللي يكون في التفاصيل دي لحد كام سن؟ لحد هو انت لو ابتديت من وهو صغير اصلا كام سنه؟ ما سبعه واقل من كده. واقل من كده؟ لا في الزمن اللي احنا فيه ده اقل من خمسه كده. عادي جدا. انا عندنا في بيتنا بالاكل عادي يعني. في ملهاش علاقه بالسن. لا خالص. ما ده بقى حسب ما هتعودها. اتعود برضو في امهات تسهل الامور على الطفل تجيب له حاجه حلوه ويقعد ياكل فيها مش عارف. أيوة. ايه انا ما تربيتش على كده. النودلز لا لا مش لا عارفه لا 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 لا. عندي حاجات ثانيه. عندي موزاي مهروسه. عندي فاكهه متقطع عليها رشه عسل. ما هي تفاصيل مهم جدا نعمل كده عشان ناسس عظم وجسم الطفل من الاساس. ولو انا مش قادره اقطع ولا اهرس طب ما انا اديها له. ادي له التفاحه ياكلها. ايوه. بطاطايه معموله بطريقه حلوه. اعمل مش عارف ايه بطريقه. الحاجات اللي ربنا عليها دي حقيقه. طب هل في حل هنا للمعترض او الممتنع عن الاكل نقدر بس خلاص سيبهم خلاص كبروا. لكن احنا بنتكلم على الصغير. لا ومن الاساس نقول مثلا من 5-7 سنين ما يعديش عن كده يكون هو اوريدي بياكل اكل البيت. بالظبط. الى ما شاء الله هو طبعا خلاص طبيعته بنفس الطبيعه. دي حقيقة. صح كده. ولازم يتعود من وهو صغير. ايوه. ايه اللي حصل؟ تعال بقى اقول لك الرز بقى واللي حصل. طيب يعني نفس الكلام اللي حضرتك بتتكلمي فيه هو ده اللي موجود من الصغير للكبير. وحضرتك عندك مشكله ان الصغير كبر. خلاص مفيش اوبشن تاني. طب ما فكرتيش في حيل تانية؟ ايه بياكلوه من بره مثلا في الشارع؟
بنعمله. ايه بقى؟ ايه اكتر حاجات البوتاجاز ده فصل؟ خليني اسالها عشان بس في ميه عليه. انا ساعد حضرتك. الشاورما. هم اكتر حاجه بياكلوها ايه؟ الشاورما. الشاورمات والبروستات والحاجات، بروستات والحاجات دي، الفراخ، الحاجات اللي هي دي. طب حضرتك ما فكرتيش الكلام ده؟ ما فكرتش حضرتك نعملها في البيت؟ ده كله في البيت بطريقه حلوه احلى من المطاعم. ايه رايك في الكلام ده؟ يعني الشاورما هي سهلة. لا الشاورما بعملها في البيت. طب ليه بياكلوها من الشارع؟ بالعكس حلوه بتاعت الشارع حلوه، هم دايما والله بتاعت الشارع حلوه حقيقي. ما هو كل واحد بيقول زي ما هو عايز، بنعمل كل ده في البيت، بس البيت احلى وانظف واوفر. انا اسف في الكلمه، ازازه الزيت اللي عندك في البيت ده لا محدش في مصر يا لا نضفت الزيت قدام عينيكي. في البيت ده ليه ثمن كبير جدا. انا النهارده اما اجيب قياس الزيت دي وبحمر فيها وبطبخ بيها، معلش يعني انا شايفه قدام التحمير عامل ازاي. في زيت بتاعي نظيف، دي حاجه مهمه جدا. هغيره كده. لو مش زيت مش كويس هغيره. لكن حضرتك بتعملي كده، هو ده اللي بتكلم عليه. ما بتكلم بره مش عارف هو عامل فيه ايه مش عارف. والاكل الاطفال كمان دي اوحش حاجه، لما ناسس طفل من الدليفري ومن اكل الشارع بيصبح جسمه كبر ونموه كبر على الاكل اللي هو ما فيهوش تاسيس، ما فيهوش اي حاجه. بالعكس انا النهارده عمال اكل في مقالي واكل في صوصات. أيوة. واكل في مش عارف ايه، ونروح نعالج في اضرار كمان، ونروح نعالج جرثومه المعده. والله كده يعني. طب هو ده الاساس. مش كده، انا النهارده بتكلم في القصه دي وبنصح كل اخواتنا يعني نسمع كلام امهاتنا، ما تسمعوش كلام انا، يا ريت والله تسمعوا كلام الامهات. يا ريت والله يا جماعه، هم الخبره بتاعتنا وهم دول البوصله اللي ماشيين عليها. والله سامعيني دلوقتي، وبالذات انتوا. لا وبالذات في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي، ارجو كل رساله بتوصل بس بشكل واضح. والله حاول شويه نقلل اكل الشارع لعده اسباب، مش بس عشان الفلوس، ولو على الفلوس ايه المشكله، بس انا برضو بتكلم في خامه وبتكلم في 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 في, في نظافه والحاجات دي. انا ما اعتقد مفيش ام في الدنيا تحب حاجه غير لعيالها. صح، تحب احلى حاجه في الدنيا فعلا. فربنا يهديهم يا رب، ويحفظكم ليهم ويخليهم لكم دايما يا رب يا رب. طيب انا شايف ان خلاص احنا خلصنا ولا ايه؟ انا فاضي الخلطه دي، انا عايز اتكلم على الخلطه دي. الخلطه دي حته حلوه جدا. ايه الحكايه؟ حضرتك عملتي ايه هنا؟ انا حطيت البصل الاول. دي خلطه كفر شكر. مع بقى تحبيشه بقى ثانيه لمزاج حضرتك. دي أكلة كل يوم جمعة الصبح. أكل كل يوم جمعة. إيه بقى حضرتك عملت إيه؟ كل يوم الجمعة الصبح دايما يا رب عامر يا رب. ربنا يخليك. حضرتك عملت إيه بقى؟ أنا حطيت البصل. شوحته تشويحة خفيفة في زيت. أنا ما استخدمتش السمنة. أيوة. استخدمت الزيت، الزيت العادي خالص مش الزيتون. حلو. وابتديت أحط عليه الفلفل. وحطيت وشوحت برضو، وبعد كده الطماطم وشوحت، والخضره وال وهحط البيض والفول. هحط الفول بقى يعني، انا حطيت كله وحطيت ملح. في فاصة توم راح ولا لسه؟ ايه؟ في فاصة توم راح معاهم ولا لا؟ حلو قوي، عشان كده انا شامم ريحه جامده. تسلم ايد حضرتك والله. انا شامم روائح برضو حلوه. ايوه الروائح هنا تحفه. ايه رايك بقى؟ مشكيش. شامم روائح جميله. فرجيني. الله الله الله، حضرتك عملت ايه بقى؟ انا حطيت الزبده وزيت يا فندم. حطيت زبده ومعاها الزيت. تمام. وحطيت البهارات اللي هي الحصى كلها، الليمون والحبهان والليمون والقرنفل والقرفه العيدان. وحبيت اشم ريحتها بقى وهي بتتحمص كده. في الاول في الزبده ولا في الزيت؟ تمام. وبعدين وبعد كده حطيت البصل وسبته كمان شويه ياخد ريحه. ايوه. ما احطش الطماطم بقى بعديها على طول، ادي كل حاجه راحتها وقتها لما تاخد واحدة. ايوه حلو. وبعد كده حطيت معلقه صلصه واحده، والطماطم المكعبات الصغنونه خالص خدت ريحتها برضو وشوحتها. حلو. نزلت كوبايه الرز، كل كوبايه رز بتاخد معانا كوبايتين ميه. الله. حطيت كوبايه الرز وحطيت عليها المرقه اتنين، انا عامله كوبايه واحده. فحطيت عليها اتنين مرقه. حلو. مكعبين مرقه ولا كوبايتين مرقه؟ كوبايتين مرقه عشان بدل الميه يعني. تمام. هو كوبايتين مرقه. طبعا الرز احسن من المرقه والميه. مظبوط. تمام. بس كده. وحطيت عليه الكركم، نص معلقه كركم، وحطيت المدار بتاعه وسايباه دلوقتي ياخد التسويه بتاعته، وهبدا اهدي لما الميه تبدا تنشف. طيب. اسيبه على البخار بقى. حلو قوي. حضرتك كنت طلبت مني في الفاصل، انا شفت انا بقى بفكرك ازاي. عايز اتكلم كلمه، اقول حاجه لامهات ذو قدرات خاصه. ايوه صح كده. صح. انا فكرتك اهو. ربنا يخليك. هبطل الفصل عشان انا عارف اطلع فصل وارجع نتجمع زي ما قلت لحضرتك. اتفضلي حضرتك. اتفضلي. طبعا اعرفكم بنفسي، انا ام من امهات وابطال ذوي الهمم، وسعيده جدا ان انا في البرنامج معاكم النهارده، وبشكر كل القائمين طبعا على البرنامج، وبشكر الشيف علاء على ترحيبه بينا النهارده وذوقه العالي واخلاقه العاليه. العفو يا فندم. والله انا عايزه اقول لكل ام من امهات ذو الهمم، فعلا انت بطله الحكايه، انت البطله الحقيقيه، انت اللي تعبانه مع ابنك وعايزه توصليه لاعلى منصب. عايزه اقول لك ان ربنا اختارك واصطفاكي من بين امهات كتير قوي، ان ربنا ما بيديش الملائكه دي لاي حد،
ما بديش الكنز ده لأي حد. ربنا اختارك وقال لك كبري وربي وعلمي، هتجني ثمرة مجهودك وهتجني ثمرة تعبك. بالإرادة والعزيمة والاستمرارية هتوصلي لطريق النجاح. اوعي لحظة يأس توجعنا، اوعي نظرة مجتمع ترجعنا، دايما قولي أنا قوية، أنا أقدر، أنا أقدر أخلي ابني أو بنتي من ذو الهمم زي الطفل الطبيعي. خلي طريق الأمل والنور والتفاؤل قدامك. وكل ما ناخد خطوة هنحلم بخطوة تانية، كل حلم بدايته فكرة، ننسى اللي فات ونحلم ببكرة، كل الحكاية هنتعب شوية، امسك بحلمك وخليك وراه، وبكرة جاي، وبكرة جاي وشايل معاه فرحة وضحكة ودنيا وحياة، والسكة هنكملها، هنكمل المشوار وهنكون سند وظهر لولادنا كلهم وهنرفع من شأنهم. شكرا لكل أمهات ذو الهمم. شكرا لحضرتك والله جدا، وكلامك الجميل، وربنا يا رب يحمي لك اولادك يا رب ويحافظ لك عليهم ويحمي كل اولادك. يمكن ربنا كفيني. انا ما بسميهمش ذو الهمم، انا ذو القدرات الخاصه. الملائكه عندهم قدرات خاصه الملائكة. مش عند اي مخلوق. ربنا يحميهم ويحافظ عليهم ويجعلهم دايما يا رب ذريه صالحه ونماذج مشرفه بيفرحونا لما بشوفهم هنا وبنشوفهم في كل مكان. اولادنا ربنا يحميهم. انا عندي فاصل صغير جدا، بعد الفاصل هيكون منورنا ومشرفنا كمان امهاتنا. عندنا مدام سامي هتنورنا تاني، مدام دعاء مع كمان حياه هاني وكمان صفا هانم كمان ان شاء الله بعد الفاصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى امهات، مش احلى اكله بس، منوريني ومشرفيني، وشايف في اطباق تفتح النفس ولسه في طبقين كمان جوه في الفرن. ايوه زي ما كنت بكمل معاكم في الفاصل، انا مبسوط جدا من الحديث النهارده وفرحان جدا بالنصايح حضرتك مديهالنا، لان بجد انا من الناس ممكن او انا شخصيا انا اتكلم عن نفسي، انا بستفيد جدا من نصايح اي حد، بس مش كل اللي بيديني نصيحه ممكن اخدها منه. ليه؟ عشان ببص اللي قدامي الاول، لو هو عامل بالنصيحه دي الاول ونافع نفسه اكيد هينفعه. يبقى انا لما اجي اخد النصيحه اخدها من اللي عنده خبره النصيحه وعمل، واستفيد من اللي عنده الخبره واللي عيني وقلبي شايفه ان فعلا ده انا استفيد منه، مش اللي هو لا. فحضراتكم انتوا المصدر يعني اللي 100% واثقين فيه، واللي حضراتكم بتقولوا لنا النهارده عن خبرتكم في حياتكم وعن تربيه اولادكم وعن حياتكم الاجتماعيه وعن اعمالكم وعن كل واحد في حياته، لا حاجات مشرفه جدا. واتمنى ان زي ما قلت لكم من شويه كلام ما اتغيرش. الكلام ده رايح لمين؟ للي في سني والبنات والولاد والشباب الصغيرين، لا يعني اصغر من حضراتكم، خبره أيوة. وسنا ومعرفه. ولادي انا كلنا والله كلنا محتاجين الخبره، ومحتاجين دايما نسمع الراي الاخر، ومحتاجين دايما نثق في بعض. يعني النهارده لما بسمع حضرتك خبره او تفصيله معينه مش تعدي على ودني وخلاص. يا اخي لو 10 جملات خدت منهم جمله واحده من المستفيد وانا دفعت حاجه. لو انت قعدت تسمع ربع ساعه وفي دقيقه واحده من ربع ساعه استفدت منها، انت الكسبان. ده اللي اتكلم هو اللي باع، انت اشتريت. انا بديها بالعاميه. فالمقصود ان احنا نسمع بعض ونستفيد من بعض ونتعلم من بعض. انا هاخد من حضرتك خبره، مش بس الاكل، انا بتكلم على الاكل النهارده. الاكل طبعا حضراتكم فوق كل حاجه، كل مجال حياتك، كل مجال حياتك. اربعه مش مسابقه النهارده، حضراتكم انتوا اربعه فوق دماغي وكسبانين كسبانين كسبانين. هو بس المجال فيه اكل، لكن النقاش اللي كان داير النهارده في الحلقه بالنسبه لي اهم من الاكل جدا. نستفيد ونفيد، وفي ناس كتير جدا بتتفرج علينا، واتشرف طبعا لحضراتكم لو كان حتى جوه مصر او بره مصر، بيتبسطوا جدا من الحلقات اللي فيها امهات بتقول كلام من البيت. هرجع اقول بقى انا قلت ايه اول الكلام خالص، ان استفيد ازاي. ممكن حد ياخد مني المعلومه ما ياخدهاش، خدها من حضرتك، لان حضرتك عندك الاولاد اكتر مني وعندك الخبره اكتر مني وعندك البيت اكتر مني. لكن انا مهما اقول بقول كلام منقول او خبره سمعتها من والدتي او من اخواتي او لكن لما حضرتكم تقولوا بنفسكم التجارب اللي حضرتكم نجحتوا فيها وشقيتوا بيها ووصلتوا ما شاء الله الله اكبر اولادكم ونماذج مشرفه، احنا النهارده كسبانين والله كسبانين. ربنا يحميكم ويديكم الصحه. حضرتك بص على حاجه بره، خليني اساعدك. حضرتك كنت عايز تقولي ايه؟ اتفضلي. انا اسف. لا والله مش عايز اقول حاجه، انا عايز اشكر حضرتك يا حبيبتي، ودي فرصه جميله جدا انا شفت حضرتك وانا بحب حضرتك قوي. رقي طب زي ما
اتفضلي رقية حضرتك في الرد مع الناس. انا نفسي بتعلم من حضرتك. العفو والله يا حبيبتي. لا والله الله انا بحب يعني برنامج حضرتك اللي انا بتابعه بسبب ادب حضرتك مع الناس والمشاهدين. ربنا يخليك. ربنا احسن مني والله. والله انا بتعلم منك. والله انا بتعلم من حضرتك. ربنا معلش يا شيف. انا بس فتعال دي بتزحلق. انا هسيبها لك مش عاوزك خالص يا ست الكل. اسكتي. انا حطيت ايدي لقيتها سايبه جوه. ولا حاجه. انسي اوامرك. بس كده يا سلام. احلى باركس فول النهارده. حاجه محترمه والله. النهارده الحلقه دي مش حلقه عاديه صدقوني. يعني انا حاسس ان الموضوع بجد قوي النهارده. يعني هقول لكم الصراحه انا ليه بقول حلقه مش عاديه؟ عشان انا احيانا بيطلع لي اكل شكله حلو بس مش الريحه دي. وفي حاجات بتطلع لي شكلها حلو بس مش مستويه. انا كله يعني تمام. بس النهارده اللي انا شايفه خلي زمايلي بس وضع حضراتكم. طاجن الباميه بيتكلم عن نفسه. بايركس المسقعه واضح جدا. بايركس الفول. انا بتكلم على صنعه ام بتعملها بحب. يعني طبعا انا بتشرف لعلكم ان النهارده اكل ليا انا شخصيا او معانا في البرنامج بتاع ده شرف ليا. اكيد في البيت بتعمل احلى من ده 100 مره. يا رب دي ما نعم على حضراتكم دايما بالصحه والستر والرضا يا رب. افندم قصدك اكبر من ده. اكبر وبالهنا والشفا يا سيدي مبارك. تعالى في الفرن تاني ولا خلاص؟ لا في الرز بتاعي بقى انا عايزه احطه بقى. انت عينيا الاثنين حرق اساعدك لسه شويه كمان افندم. لسه عايز شويه. لسه شويه ولا احطه كده وخلاص؟ لا يعني هو بص هو فاضل له قد ايه؟ احنا معانا قد ايه يا شباب على الحلقه؟ احنا خلاص خلصنا. فاحنا هنعمل ايه؟ احنا هنصوره هنا. ماشي استاذ حسين معلش هنصوره للمدام هنا. معلش عشان الطبق ده شكله عالي جدا. هو ريحته تحفه. لسه هيتبخر شويه ياخد له 5 دقايق كمان. بلاش نبوظ الحاجه بقى. ما نقدرش نبوظ حاجه حرام. احسن لو شلناه. وده بقى ده اسمه هلك. لو انا النهارده شلت الرز ده وحطيته في الطبق وصورته وهيبرد اجي احطه تاني في الحله عشان اسويه انا بوظت الدنيا. فالافضل انا بحب اتكلم بصراحه. تسلم ايد حضرتك والله وكتر خيركم ونورتوني وشرفتوني. حد يعني هقول لكم انا محظوظ جدا النهارده نحرككم معايا. واتمنى تكونوا حضراتكم يعني النهارده شرحت من هنا بس عشان ما اشغلكمش. اتمنى تكونوا حضراتكم النهارده كان يوم لطيف لحضراتكم وكنتوا مبسوطين وشرفتوني ونورتوني. امهات مصر الجمال احنا جدا ربنا يحفظكم يا رب ويديكم الصحه. بشكر كل الناس الجميله دي والله. بشكركم والله. ربنا يعز حضراتكم. نورتوني وشرفتوني. اتمنى اكون النهارده حلقه عجبت حضراتكم. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده في نفس الميعاد. والسلام عليكم. شكرا.